السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروگرام قرآن بہت آسان، حفظ عبداللہ کے ساتھ. میں ہوں آپ کے ساتھ عبداللہ، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حفظ کریں گے، اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں عبداللہ ہاشمی. آئیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين میں چاہوں گا عبداللہ ہاشمی آپ پلیز سورہ بقرہ کی آخری دو آیت میں سے ان میں سے ایک آیت سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء اللہ تبارک اللہ. الحمد للہ ہماری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ختم ہو گئی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.